انياهو سيو، انا سوريا. هعمل النهارده معاكم طبق جانبي كوري سوسيس حار وحلو، هوريكم الطريقه ويلا بينا. هنحتاج سوسيس صغير وهقطعه بحاجه خفيفه بالشكل ده. هوريكم قطعه تانية برضو. اهم حاجه واحنا بندوس ما نقطعهاش على الاخر، يعني حاجه بسيطه. الكميه كلها جاهزه ونشيلها على جنب. هحتاج فلفل رومي ملون، هحتاج ربع قطعه من كل نوع، وهقطعها مكعبات بالشكل ده. هقطع البصل برضو بنفس الطريقة، هحتاج بصلة صغيرة جدا. في طبق خبيط هحط نص كوباية مية، معلقتين صويا صوص، نص معلقة زنجبيل، وثلاثة معلقة كبيرة كاتشب. وعشان هو بالستايل كوري هنستخدم صوص الكوتشوجان، هحتاج معلقة كبيرة. نقدر نستغنى عنه ونستخدم أي حاجة حرية. هحط معلقتين كبيرة عسل، هقلب كويس قوي واشيله على جنب. في مية بتغلي هحط السوسيس واسلقه لمدة دقيقة او دقيقتين. هصفيه كويس قوي واشيله على جنب. شايفين بقى شكله حلو ازاي؟ في طاسة على نار متوسطة هنحط شوية زيت، وهنحتاج 4 فصوص ثوم، هنحمرها شوية لحد ما تدبل، يعني تقريبا لمدة دقيقة. وبعدها هضيف البصل، نشوحه شوية لمدة دقيقة. وبعد كده هضيف الخضار ونقلب شوية. هضيف رشة ملح، ممكن برضو نضيف فلفل اسود. وبعد كده هضيف الصوص اللي جهزناه قبل كده. ونقلب شوية. بعد ما غلي شوية هنضيف السوسيس. ونقلب لحد ما يتقل القوام وبس كده. الوصفة بقت جاهزة. احلى حاجة في الوصفة دي ان احنا نقدر ناكلها كده لوحدها او مع شوية رز او حتى مكرونة، هتبقى تحفة. جربوها وقولولي رأيكم. وطبعا الاطباق الكورية ما بتخلاش من السمسم. وخلاص كده، أتمنى تتابعونا.